بص يا سيدي، عشان نشتغل الريليشنز بقى الانتيريور ريليشنز، لازم نفصل الرايت كيدني تتشرح لوحدها والليفت كيدني تتشرح لوحدها، مع ان بيني وبينك يعني هو في حاجات كتير عن ايه هتبقى قريبه من بعضها. يعني مثلا هنا في رايت سوبرا رينال جلاند تعتبر قدام، يقول لك الابر بول اوف ذا رايت كيدني، يعني الحته العلويه من الرايت كيدني بتبقى متغطيه بالايه بالرايت سوبرا رينال جلاند. خلاص كده، كذلك برضو نفس الامر هنا في الليفت، فانت هتلاقي حاجات ايه متشابهه. طيب تعال نشوف، تعال ننزل شويه كده عشان تبقى الصوره حلوه كده والدنيا تبقى جميله. ايوه تعالى بقى نبص كده، احنا عندنا طبعا ادي العروسه بتاعتنا اللي هي الرايت كيدني، صح؟ طيب الايه الجزء العلوي منها بيغطيه الرايت سوبرارينال جلاند، كلام جميل. طيب خلي بالك كان مين ده؟ ده كان الاسوفيجس، ماشي. الاسوفيجس ده كان بيبقى داخل هنا في حاجه اسمها الاستومك، والاستومك دي بتمشي كده، الاكل يمشي كده يروح لايه حاجه اسمها الديودينم، فده اسمه ليه الديودينم، ادي الديودينم. واضح ان الديودينم بيغطي على الايه على الرايت كيدني برضو، ادي الديودينم. خلاص كده، الديودينم ده لما نيجي ان شاء الله ناخده هو عباره عن 3 اجزاء، فيرست بارت، سكند بارت، مش عارف ثيرد بارت. فالجزء السكند بارت او الجزء الثاني من الديودينم هو اللي بيعدي على الرايت كيدني. يبقى السكند بارت اوف ذا ديودينم بيبقى يعتبر من الانتيريور ريليشنز اوف ذا رايت كيدني، او الحاجات اللي بتعدي قدام الرايت كيدني. وفي كتب بدل ما ترقم 1 و2 و3 و4، واخد بالك، تسمي مثلا الجزء ده من الديودينم الديودينم السوبيرو بارت، الجزء العلوي، بعدين ده الجزء النازل الديودينم ديسيندنج بارت، خلاص كده، وبعدين الجزء ده اللي هو الديودينم انفيرو بارت، الجزء اللي ايه اللي تحت، وبعدين ده تسميه الديودينم اسيندنج بارت، الجزء بتاع. طب تقول لي طب انا معلش يعني، واخد بالك، انت هنا سميت ده، طبعا الكلام ده لسه ناخده في الديودينم يعني، بس هو بندردش. خلاص كده، الديودينم ده انت سميته ديسيندنج، صح؟ مش كده؟ وده سميته اسيندنج. طب انا ممكن اعكس يعني، اشمعنى يعني؟ طب انا ممكن اعمل ده كده، ده كده حبيبي، ما هو على حسب اتجاه الاكل، والاكل بيطلع كده. لا خلاص كده، الاكل بيجي كده اهو، واخد بالك، من الاسوفيجاس وبعدين الاستومك وبعدين الديودينم، يخش اول حاجه السوبيرو بارت، وبعدين ينزل ديسيندنج بارت، وبعدين يمشي في الجزء السفلي الانفيرو بارت، وبعدين يمشي في الجزء العلوي الاسيندنج بارت. خلاص، تلاقي الكتاب بتاعك يا اما مسميه كده حسب الاتجاه، او مسميه 3 اجزاء، فيرست بارت، سكند بارت، ثيرد بارت، اللي الفورث بارت. خلاص كده، طيب خد بالك بقى كده معايا، عايز بقى تقول والله ادي الايه العروسه بتاعتنا اللي هي الرايت كيدني، موضوعنا الاساسي. والله ممكن تقول الفيرست بارت والسكند بارت بيبقوا قدام الرايت كيدني، محدش هيقول لك غلط يعني. خلاص كده، وفي كتب تقول لك والله السكند بارت اوف ذا ديودينم هو اللي بيبقى قدام الرايت كيدني. خلي بالك بقى الديودينم ده قصير، يعني ايه قصير؟ يعني ما وصلش للليفت كيدني. شوف هو بيخلص هنا كده، عشان بس هنا لما نرجع نتكلم في الليفت كيدني تبقى انت واخد بالك. بيخلص هنا، وبعدين يدي بقى على هنا ايه، بتبقى هنا في هنا سمول انتستين او الامعاء الدقيقه، بتبقى عامله زحمه هنا. خلاص كده، بتبقى مغطيه كل الايه، شايف انت، شايف انت اللارج انتستين ده، واخد بالك، اللي هو الايه، عشان تبقى انت متخيل بس كده، دي حدود كده، دي حدود اللارج انتستين، صح؟ اللي هي القولون اللي هو الغليظ ده، اللي هو القطر بتاعه بيبقى كبير ده. خلاص كده، اهو ده اسمه لو حبينا كده نرسم حدود الايه اللارج انتستين، ادي الكولون ده جزء اهو، خلاص كده، وادي جزء كمان اهو، وادي جزء، خلاص كده، دي الحدود بتاعت الكولون اللي هو البتاع الكبير ده الضخم ده، خلاص كده، ده اسمه كولون، كل ده. خلاص كده، شايف انت الحته دي كلها كده، دي كده الحدود، الكولون ده عامل زي اطار كده، واخد بالك، بيحيط بايه بحاجات هنا كتير كده جدا، الحاجات اللي هنا دي اسمها السمول انتستن او الامعاء الدقيقه. خلاص كده، طب بتقولي ازاي يعني الاكل كده يمشي ازاي؟ اقول لك بص يا سيدي، اهو الاكل زي ما احنا اتفقنا، يطلع من الاسوفيجس يروح للاستومك اللي بتبقى هنا، صح؟ وبعدين يروح للديودينم، يمشي كده 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 كده، وبعدين يخش هنا في حاجه اسمها السمول انتستين، السمول انتستين اللي بتشغل كل الايه، بتشغل كل المساحه دي. خلاص كده، المهم يعني انا عايز ايه من الكلام ده كله؟ عايز اقول لك ان السمول انتستين بتبقى مغطيه هنا في الحته دي، او متواجده في المنطقه دي فبتغطي على الرايت كيدني، وبتبقى كمان متواجده في المنطقه دي فبتغطي على الليفت كيدني. خلاص كده، السمول انتستين او الامعاء الدقيقه اللي بتبقى موجوده داخل اطار، داخل اطار مين؟ داخل اطار الكولون او القولون. خلاص كده، تمام كده، يبقى الحته دي، شايف انت الحته دي من الرايت كيدني بيبقى فيها سمول انتستين او امعاء دقيقه، والحته دي من الليفت كيدني بيبقى فيها سمول انتستين او امعاء دقيقه. خلاص كده، يبقى او الايه اللي هي، خلينا نقول بقى ايه يعني الجيجنم والايه، حته كده اسمها الجيجنم، المهم يعني ما علينا. خلاص كده، طيب هتلاقي في الكتاب بتاعي بيقول لك الكويلز اوف ذا سمول انتستين، او في سمول انتستين بتبقى موجوده قدام كلها من الرايت كيدني والليفت كيدني. طب بالنسبه للديودينم، لا الديودينم والله الرايت كيدني بس، يعني الجزء السوبيريور والجزء الديسندنج بيبقوا قصاد الايه الرايت كيدني، لكن ما يلحقش ايه يلمس مع الايه الليفت كيدني. ونكمل كده عن الانتيريور ريليشنز.